بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 24. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. نعود إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من حوطة بني تميم، وباعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ميم عين زاي. صاحب هذه الرسالة عرضنا له سؤال في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء يسأل فضيلتكم شيخ صالح ويقول: هل لكل ركعة بسملة وتحول عند قراءة الفاتحة أو السورة التي بعدها؟ جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. التعوذ والبسملة مستحبان بعد أداء الاستفتاح، بعد تكبيرة الإحرام يستفتح بالاستفتاح الوارد ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأما في بقية الركعات فإنه يكرر البسملة قبل قراءة الفاتحة، ولكن لا يجهر بها، يسر بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر أنهم كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، ولم يكونوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. وأما التعوذ فيكفي في الركعة الأولى بعد الاستفتاح، ولا يكرره في كل ركعة. لا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ميم عين عبد الرحمن سوداني، يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، إني قد أديت فريضة الحج ولله الحمد، ولكني كنت لا أعرف الفرق بين الإفراد والقران والتمتع، وعندما أتيت الميقات وأحرمت منه نويت بعمرة متمتعا بها إلى الحج، وأتيت إلى الحرم واعتمرت ولم أفك إحرامي وصرت محرما حتى أكملت الحج، هل يكون حجي متمتعا أم قارنا؟ وهل يكون حجي صحيح؟ وهل علي هدي أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. إذا كنت بعد أداء مناسك العمرة نويت التحلل ولكنك أبقيت عليك ملابس الإحرام فلا بأس بذلك، لأن بقى ملابس الإحرام لا يضر، وثم نويت الإحرام بالحج يوم التروية فأنت متمتع ولو كانت ثياب الإحرام باقية عليك. المهم على النية، إذا كنت نويت التحلل من الإحرام بعد أداء العمرة ونويت الإحرام في يوم التروية أو قبل يوم عرفة بالحج فإنك تكون متمتعا ولو كانت ثياب الإحرام لم تزل عليك من الميقات. أما إذا كنت لم تنوي التحلل بعد أداء العمرة ولم تنوي إحراما قبل يوم عرفة بالحج فإنك تكون قارنا بين الحج والعمرة. لا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن صحة الحج، يحفظكم الله. الحج صحيح على كل حال إن شاء الله، الحمد لله، ولكن الكلام في أنه متمتع أو قارن. نعم. على التفصيل الذي ذكرنا حسب بنيته. اللهم استعان، اللهم استعان، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: حصل بيني وبين زوجتي نقاش وعزمت على أن أطلقها، وبعد فترة تعودت من الشيطان وراجعت نفسي ولم أتلفظ بالطلاق، لكني كنت مصرا على ذلك، فهل تكون في هذه الحالة طالق ما جاء في الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وكنت قد نويت ولكن لم أتلفظ بالطلاق، أرجو الإفادة مأجورين، جزاكم الله خيرا. الطلاق لا يصح إلا باللفظ، إذا تلفظ به وقع، أما مجرد النية بدون تلفظ فإنه لا يقع بها شيء وليس لها حكم. جزاكم الله خيرا
وأحسن إليكم. إذن زوجته في ذمته والحمد لله. لا شك في ذلك. الحمد لله. يقول: كان أخي قد قال له صديق: علي الحرام ترجع معي إلى البيت. قال أخي: علي الحرام لا أرجع معك إلى البيت. ولكن صديق أخي أجبره على الرجوع معه إلى بيته ورجع معه، وسأل عن كلمة علي الحرام إذا وقعت على الشخص هل تكون الزوجة طالقا أم لا؟ قالوا له: كلمة علي الحرام إذا وقعت على شخص تكون الزوجة طالق. هل هذا صحيح بأن قول علي الحرام يعتبر طلاق أم لا؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا. إذا كان نوابه الطلاق فإنه يكون طلاقا، أما إذا لم يكن نوابه الطلاق فإنه يكون يمينا تحلها الكفارة، يعني يكفر كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم 3 أيام. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كنت في السجدتين الأخيرتين في صلاة فريضة أو نافلة وأطلت السجود، وعندما رفعت رأسي من السجود نسيت أو شكيت أني سجدت سجدة واحدة أم سجدتين، فماذا يكون علي في هذه الحالة؟ هل آتي بسجدة أم أسجد سجدتين بالسهو؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا. إذا شككت هل سجدت سجدتين أو سجدة واحدة فإنك تبني على اليقين، تجعلها سجدة واحدة وتأتي بثانية، ثم عند السلام تسجد بالسهو، تأتي بسجدة ثانية تبني على اليقين، تأتي بسجدة ثانية، وعند السلام تسجد سجدتين للسهو أو بعد السلام. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. إذا كان الشخص قد ارتكب أمرا محرما وندم على فعله وقال في نفسه إني تائب، ثم ارتكب أمرا محرما مرة أخرى أو عدة مرات وقال إني تائب ولا أعود لمثل هذا الفعل، هل تقبل له توبة أم لا؟ وهل عليه كفارة في ذلك؟ نرجو التوجيه جزاكم الله خيرا. توبة واجبة من الذنوب، والتوبة معناها رجوع إلى الله عز وجل وإلى طاعته، ترك الذنوب والمعاصي. ويشترط لها 3 شروط: الشرط الأول أن يترك الذنب الذي تاب منه، الشرط الثاني أن يعزم أن لا يعود إليه مرة أخرى، الشرط الثالث أن يندم على ما حصل منه من المعصية. فإذا توفرت هذه الشروط فتوبته صحيحة ومقبولة بإذن الله، لكن لو غلبته نفسه الأمارة بالسوء والشيطان ووقع في الذنب مرة أخرى أو بغير من الذنوب، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. كل ما أذنب يتوب بهذه الشروط، توبة بهذه الشروط وليست توبة باللسان فقط، وإنما متوفرة فيها هذه الشروط. كل ما وقع منه ذنب فإنه يكرر التوبة الصحيحة ويتوب الله على من تاب، لكن عليه أن يأخذ بنفسه وأن يحميها من الوقوع في المعاصي والشهوات، وأن يعزم على طاعة الله سبحانه وتعالى وترك معصيته، ويعينه الله عز وجل. وإذا كان يختلط برفقة سوء أو بجلساء سوء فعليه أن يبتعد عنهم، لأنه ربما أن يكون سبب تكرار المعاصي مرافقته للعصاة، فعليه أن يبتعد عنه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من مستمع أو من مستمعة ضمنها جمعا من الأسئلة عرضنا بعضا منها في حلقات مضت وفي هذا اللقاء، هذا السؤال: ما حكم نقص المرأة يدها بالحنة وذلك بأن ترسم على يدها الحنة أشكال زخرفية أو رسم وردة أو نجمة أو ما إلى ذلك؟ جزاكم الله خيرا. الخضاب مباح للمرأة في يديها وفيما جرت العادة بوضعه فيها على أي شكل كان مما جرت به عادة أهل بلدها، مما جرت به العادة فهو مباح والحمد لله، ولكن يجب عليها أن تخفيه عن الرجال الذين ليسوا من محارمها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم كشف المرأة شعر رأسها أمام النساء؟ لا بأس بذلك، الحمد لله، لا بأس أن تكشف وجهها وشعر رأسها وكفيها وقدميها أمام النساء. نعم. النوم على الجانب الأيمن هل هو واجب دون الأيسر؟ جزاكم الله خيرا. النوم على الجانب الأيسر على الجانب الأيمن مستحب، وأيضا ينام الإنسان على غلو، كل هذا مستحب، ويأتي بالورد ويقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين، ويأتي بالأدعية الواردة مثل: اللهم إني وضعت جنبي إليك وأسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا لجأ ولا منجأ
ولا ملتجى منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فإذا نام على جنبه متوضئا وأتى بهذا الورد وهذه الأدعية فهذا هو السنة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل صحيح بأن من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة لا يحول بينه وبين دخول الجنة إلا الموت؟ نعم، ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ آية الكرسي بعد صلاة الفجر بعد صلاة المغرب فإنه لا يحول دونه دون الجنة إلا الموت، أو لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، وذلك لمن صلحت نيته وحسنت سريرته. نعم. كيف يكون الموت مانعا من دخول الجنة يا صالح؟ كيف معنى هذا الحديث جزاكم الله خيرا؟ يعني ما دام على قيد الحياة، لأن الجنة إنما تكون بعد الموت ولا يدخلها أحد في حال حياته في الدنيا. نعم. فإذا مات دخل الجنة. الموت هو الناقل من الدنيا إلى الآخرة. نعم. والعلماء يقولون الحديث فيه تقدير، لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، فيه تقدير إلا عدم الموت. إذا وضح بعد هذا التقدير وضح الحديث. هو المعنى المقصود، هو المعنى عدم الموت. اللهم استعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، لأنه ليس هناك دخول الجنة إلا بعد الممات. جزاكم الله خيرا. الجنة من أمور الآخرة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل صحيح بأن من صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة أو ليلتها 100 مرة غفر له 80 سنة وقضي له 100 حاجة ووكل الله به ملكا حين يدفن يبشره؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في كل وقت، ولكنها تتأكد في أوقات، ومنها ليلة الجمعة ويوم الجمعة. فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الصلاة عليه في ليلة الجمعة ويوم الجمعة. وأما ترتيب هذه الأمور أنه يغفر له 80 سنة وأنه إلى آخره، فهذه لا أصل لها ولا دليل عليها من كتاب ولا من سنة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع رمز إلى اسمه بالحروف عين عين ميم، أبو السوداني مقيم في جدة، يقول: فضيلة الشيخ، لدينا عادة في عائلتنا وهي أن المرأة بعد الولادة وبعد أن تطهر تذهب بها والدتها ووالدة زوجها إلى أقرب مسجد لهم بقصد أن يبارك الله لها في مولودها، أو بقصد أن لا يصيب مولودها مكروه مثل العين أو السحر. هل الذهاب بها إلى المسجد صحيح لهذا القصد؟ وما حكم الشرع في ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. هذا العمل غير صحيح ولا أصل له ولا يجوز العمل به. وذهاب المرأة إلى المسجد للصلاة مع المسلمين أو لسماع الذكر مباح لها، وبقاؤها في بيتها أفضل. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فإنما يشرع ذهاب المرأة إلى المسجد للصلاة، أو يباح إباحة ذهابها إلى المسجد للصلاة مع المسلمين أو الاستفادة من درس أو محاضرة أو سماع خطبة الجمعة. وأما خروجها لأجل المباركة على المولود فهذا لا أصل له وهو من البدع. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. دخلت المسجد ووجدت الإمام في التشهد الأخير، هل أدخل مع الجماعة في الصلاة؟ وهل إذا دخلت معهم في الصلاة أكون قد أدركت الصلاة وأدركت الجماعة، أم أنتظر بعض الناس وأصلي معهم جماعة؟ أفيدوني أفادكم الله. إذا كنت تعلم أن هناك أناسا سيأتون فإنك تنتظرهم وتصلون جماعة، وأما إذا لم تعلم أن هناك أحدا سيأتي فإنك تدخل مع الإمام فيما بقي، ولكن فضل الجماعة قد فاتت، لأن الصحيح من قول العلماء أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، وأما ما دون ذلك ففيه أجر وفيه فضل المتابعة للإمام، لكن لا تكون مدركا لفضل الجماعة الذي هو 27 درجة أو 25 درجة. وهذا مما يؤكد على المسلم أن يبادر الحضور إلى المسجد بعد الأذان مباشرة حتى يفوز بالجلوس في المسجد وانتظار الصلاة بعد أداء تحية المسجد،
وذكر الله عز وجل بالقرآن أو بالتسبيح والتهليل وإدراك صلاة الجماعة من أولها فضائل عظيمة لا يفرط بها المسلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الطائف مستمع رمز زيد اسمه بالحروف يا حا عين يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، جلست في المستشفى قرابة أسبوعين ولم أستطع المشي خلال هذين الأسبوعين، وليس عندي من يساعدني على الوضوء أو يوجهني للقبلة، فكنت أصلي على حالتي، هل صلواتي صحيحة أم علي القضاء؟ جزاكم الله خيرا. لا قضاء عليك وصلاتك صحيحة والحمد لله. قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. فما دمت قد صليت على حسب قدرتك واستطاعتك فالحمد لله، قد أديت الواجب عليك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، توعية المرضى من مسؤولية من؟ هل هي على المستشفى أم على الجهات المعنية بأمر الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ جزاكم الله خيرا. على الجميع. توعية المرضى في المستشفيات واجبة على العلماء وواجبة على المسؤولين عن المستشفيات، وأول المسؤولين هم وزير الصحة، يجب عليه أن يهتم بهذا. والحمد لله الآن الجهات الحكومية والوزارات كلها فيها أجهزة إرشاد، كلها فيها أجهزة إرشاد ودعوة، فلتكن وزارة الصحة من خير من يعمل هذا العمل العظيم، أن توجد جهاز إرشاد للمرضى في أمور دينهم ودواء أحكام المرض وماذا يجب عليهم في حالة وجودهم في المستشفيات. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا المستمع: لي خال لا يسأل عنا ولا يصلنا ونحن نصله ولكن بدون فائدة، مع العلم بأنه طرد والدي من منزله لسبب بسيط، فهل يحق لنا فضيلة الشيخ؟ مع العلم بأنه لي خال لا يسأل عنا ولا يصلنا ونحن نصله ولكن بدون فائدة، مع العلم بأنه طرد والدي من منزله لسبب بسيط، هل يحق لنا فضيلة الشيخ ألا نصل ولا نسأل عنه؟ يجب عليكم صلته لأنه قريب، والقرابة لها حق واجب في الإسلام، قطيعتها كبيرة من كبائر الذنوب، فعليكم بصلة خالكم ولو كان هو يقاطعكم. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. فإذا وصلتموه وهو يقاطعكم فقد أديتم ما عليكم من الحق له، وهو مسؤول عما يجب عليه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: والدتي تعطيني ما تجمعه من المال بقصد أني أريد الزواج، وأنا طالب، ووالدي يرفض ذلك ويأخذ جميع مالها بحجة أن عليه ديون، وبسببها أنه تزوج مرة أخرى ولم يزوجني، هل يجوز لوالدتي ألا تعطيه شيئا من المال؟ جزاكم الله خيرا. مالها لها، ولا يجوز لوالدك أن يأخذ إلا ما سمحت به نفسها. وأما الزواج فإنه حق واجب على والدك، أنه من جملة النفقة، إذا كنت لا تستطيع أن تتزوج فإنه يجب على والدك أن يزوجك من ماله، لأن هذا من الحقوق الواجبة عليه. لا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المملكة الأردنية الهاشمية رسالة باعثتها إحدى أخواتنا من هناك، تقول: أختكم في الله السائلة سين فاء عين. أختنا تقول: فضيلة الشيخ، لي إخوة صغار ولكنهم أشقياء ويقومون بحركات معينة تغضب والدتي. والدتي عندما تغضب تقوم بالدعاء عليهم. أسألكم يا فضيلة الشيخ، هل والدتي آثمة في الدعاء على إخوتي التوني؟ جزاكم الله خيرا. أولا، لا يجوز للأولاد أن يغضبوا والدتهم، لأن هذا من العقوق. قال الله سبحانه وتعالى: فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، قل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فعلى هؤلاء الأولاد أن يتأدبوا بهذه الآداب التي أمرهم الله سبحانه وتعالى بها مع والدتهم ومع والدهم، ولكن إذا حصل منهم شيء مما يغضب الوالدة أو الوالد فعلى الوالد أن يصبر وأن لا يدعو على أولاده، لأن الوالد هو مجاب الدعوة، فإذا دعا
يخشى أن تستجاب دعوته فيتضرر الأولاد بذلك وقد يناله الضرر هو، فعليه بالصبر والتحمل والاحتساب وعدم الدعاء على أولاده. هل تكون آثمة والحرمة لفر إذا دعت الأم أو إذا كان دعاؤها عليهم بدون سبب وبدون مبرر فإنها تأثم لأن هذا اعتداء، لأن هذا من الاعتداء في الدعاء. أما إذا كان لسبب فإنه يكون مباحا لكن الأفضل تركه. جزاكم الله خيرا. يقول بعض الأشخاص أنه لا يجوز للرجل أن يؤدي صلاة الجمعة في مسجد غير المسجد الذي يوجد في بلدته، هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، على المسلم أن يصلي مع المسلمين صلاة الجمعة وغيرها من الصلوات أن وجدهم، لكن إذا كان يترتب على ذهابه من مسجد بلده أن يقل للجماعة في المسجد الذي ذهب منه، فالأولى والأفضل أن يصلي في مسجده في مسجد بلده. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاءنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى.